بيان إلى الرأي العام النظام التركي يصر على الاستمرار بعمليات الإبادة والإنكار الممنهجة بحق شعبنا في باكور شمال كردستان دون تمييز أو تفريق، وفي تأكيد واضح لسياسة السعي وراء محاسبة كل القوى التي ناضلت وقاومت ضد داعش، يمارس هذا النظام حملة ممنهجة وذلك بالقيام باعتقالات تعسفية وعلى وجه الخصوص ضد كل من ساهم في تقديم الدعم والمساعدة لكوباني التي تعتبر رمزاً للمقاومة لكل العالم الحر. هذه الممارسات لا تخلو من التشابه التام مع ما يتم في باشور جنوب كردستان عبر استهداف القرى والمدنيين بحجج واهية لا أساس لها من الصحة، وكذلك هي ذات السياسات المتبعة في روجافا حيث عمليات الإبادة والتغيير الديمغرافي والقتل على الهوية ودعم الإرهاب. نحن الأحزاب الموقعة على هذا البيان نؤكد رفضنا التام للممارسات المتبعة من قبل الدولة التركية وأجهزتها ضد السياسيين والمناضلين في شمال كردستان، ونؤكد على هذه الأعمال تمثل إبادة سياسية تضاف إلى سجل الدولة التركية المليء بهذه الممارسات التي لا تمت لأي قانون أو أخلاق بأي صلة. في الوقت ذاته نطالب كل المؤسسات الحقوقية والقانونية في العالم للقيام بمسؤولياتها حيال ما تفعلها تركيا من جرائم بحق كل من دعم وساند مقاومة كوباني، ونؤكد على أن هذا السلوك معني بهذا العالم أجمع كونه يأتي كعقاب لمن ناضل ووقف ضد داعش الإرهاب الذي مثل الخطر على العالم برمته، وأن محاسبة كل من وقف ضده له اعتراف علني على دعم هذا الإرهاب. أما فيما يتعلق بما ورد على لسان وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم أمام الجمعية العمومية، في الحقيقة لم نجد ما هو غريب في هذا الخطاب إلا الاستمرار بذات المنطق الذي أوصل سوريا إلى ما هي عليه الآن. نبدي استغرابنا من هكذا تصريحات في الوقت الذي يجب أن تكون الجهود موجهة لتحقيق مصلحة السوريين بشكل عملي ومسؤول، حيث من الأفضل أن يعيد النظام السوري تقييم دوره في الأزمة السورية وتشخيص المعضلات التي لا تزال تعيق الحل والتوافق، ومنها هذه الذهنية واللغة التي يتحدث فيها المعلم وغيره. نؤكد كأحزاب سياسية موقعة أدناه بأن النظام السوري لا يزال بعيد كل البعد عن الواقع السوري، ولا يزال ينظر إلى سوريا بمفهومه الذي لن يجلب الحل والاستقرار مطلقا. كما نؤكد بأن الاتهامات الكيدية الموجهة ليس لها أي صلة بالواقع الموجود، وإنما هي بمثابة صرف النظر عن الفشل في تحمل المسؤوليات والواجب الذي كان يجب أن يقوم به النظام السوري حيال سوريا عامة وشمال وشرق سوريا خاصة بوصفها مناطق سورية بالدرجة الأولى. نؤكد أيضاً بأن الإدارة الذاتية تمثل مشروعاً وطنياً سورياً وأرضية للحل الديمقراطي مساعد جداً لتطوير الحل العام في سوريا، وأن تماسك المكونات المتعددة في شمال وشرق سوريا هو ميراث مجتمعي لسوريا عامة، ولن نقبل بأن يساهم أي طرف بإلحاق الضرر بهذه الوحدة أو بالمشروع الذي يساعد للوصول إلى التوافق والاستقرار. وفي الختام ندعو النظام ومسؤوليه بالتخلي عن هذه اللغة التي لم ولن تحقق شيئاً سوى المزيد من تعقيد الأزمة في سوريا، وهي تأتي كمراوغة للهروب من المسؤوليات والواجبات الوطنية بالدرجة الأولى. كما ندعو كل القوى الحريصة على سوريا ووحدتها بالعمل بجدية ومسؤولية نحو تحقيق التوافق والحوار الوطني السوري لما يحقق الاستقرار والتفاهم وتحقيق التغيير الديمقراطي في سوريا بما يخدم سوريا وشعبها ومستقبلها الديمقراطي. وشكراً.